نظم عدد من المثقفين العرب وقفة احتجاجية أمام نادي الإعلاميين في بادينغتون في لندن، ردا على ما قام به قناة الجزيرة القطرية من استقدام عدد من الإعلاميين لإصدار بيان لمساندة قطر ووقف المقاطعة العربية لها. وقد دعا المتظاهرون في بيان جميع العراقيين والسوريين والليبيين المتواجدين في لندن وكل من يقف ضد الإرهاب للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية لإرسال رسالة إلى حكومة قطر بأنهم لا يستطيعون أن يخدعوا العالم بأموالهم. من لندن تنضم إلينا هاتفيا مجدة سقر منظمة الوقفة الاحتجاجية. أستاذة مجدة أهلا بك، وكيف تبدو التفاصيل والأجواء في هذه الوقفة الاحتجاجية؟ صباح الخير يا فندم. الـ الـ الوقفة تمت بعد علمنا بالندوة المقامة. فجمعت ناس ورحنا وبالهتافات واليافطات ان احنا نقول لكل الصحافة اللي كانت موجودة ان بالاموال ممكن يشتروا الاصوات المضللة بس مش هيشتروا الاصوات الحرة الشريفة. فانضم مجموعة من الصحفيين اللي كانوا موجودين لينا وقدرنا نأثر عليهم حتى بعد ما طلعوا فوق وهم موجودين في الندوة. بقت كل معظمهم خرجوا من الشبابيك يصورونا وتفاعلوا معنا لدرجة بعد ما نزلوا فضلوا واقفين ما يقرب ساعة في الشارع يتحاوروا معنا ويصورونا ويكلمونا. فقدرنا نأثر على رأيهم ونجحنا في لحظتها. وكان في كمان من الصحافة اللي موجودين في الندوة بعض الإنجليز الصحفيين اللي بيشتغلوا في الجزيرة اللي هم طلعوا من الجزيرة وقالوا لهم ان احنا سيبنا الشغل لان الجزيرة صوت بقت متحيزة وصوت للإخوان ضد الدولة المصرية. يعني في واحدة إنجليزية قامت قالت لهم الكلام ده. الحمد لله انه العالم بدأ يصحى ويفوق انه الجزيرة بفلوسها ولا قطر بفلوسها مش هتقدر تغير اصوات العالم كلهم وفشلوا فشل ذريع امبارح. استاذ مجدة، يعني انتوا حضراتكم يعني دعيتوا في الوقفة دي العراقيين والسوريين ايضا والليبيين اللي بيتواجدوا في لندن وايضا كل من يقف ضد الارهاب لكي يشاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية. اهمية ذلك. انا دعيت كل الدول اللي هي متضررة من الجزيرة. حضرتك لو ليبيا اتضررت من الجزيرة، العراق اتضررت من الجزيرة، وكان هتافنا واليافطات اللي ماسكنا في ايدينا ان احنا بنقول ده. يعني احنا عبرنا عنها صوت وصورة اللي هي اللي معانا، انه كان كل هتافاتي ان الجزيرة ساعدت في تدمير العراق، الجزيرة ساعدت في تدمير ليبيا، كانت جزء من الخطة الموضوعة لتدمير الدول العربية. فده كان الاساسيات اللي احنا اتكلمنا فيها امبارح مع كل الاعلاميين اللي كانوا موجودين والصحفيين اللي كانوا موجودين امبارح ودخلنا في حوارات مفصله معاهم. يعني مجدة سكر منظمة الوقفة الاحتجاجية في لندن كنت معي عبر الهاتف، اشكرك شكرا جزيلا.